بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بالنسبة للسؤال المتعلق بحكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة بعض الناس كيوفقهم الله عز وجل لزيارة مكة المكرمة كيديو العمرة ثم تيسولوا على حكم يعني أداء عمرة ثانية يعني في سفر واحد المشهور في مذهب الإمام مالك أنه يكره يعني أن تتكرر العمرة في السنة مرتين المشهور في المذهب المالكي أن العمرة كتكون مرة واحدة في العام لكن بعض العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء يقولون لا دليل على المنع من تكرار العمره في صفره واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في العمره وامرنا بها في قوله صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما كما عند الامام البخاري من حديث ابي هريره وفي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة زمنية بين العمرة الأولى والثانية فالحديث يعني عام ليس فيه تقييد ولا تخصيص بمدة معينة فمتى اعتمر المعتمر العمرة الأولى ثم اعتمر العمره الثانيه كان ذلك سببا ليغفر الله له الذنوب التي وقعت بين العمرتين. كذلك في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خابت الحديث. فالحج لا يمكن أن يكرر في السنة مرتين وبقيت العمرة على الأصل لا مانع من تكرارها والأصل في هذا أن لا يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الخير فالعمرة خير وفضائلها معروفة ولا دليل على المنع منها في سفرة واحده مرتين او اكثر ويروى جواز تكرار العمره عن علي بن ابي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وعن عبد الله بن عباس وهو من فقهاء وعلماء الصحابه وعن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء الصحابه وعن عائشه رضي الله عنها كلهم يروى عنهم جواز تكرار العمره في السنه الواحده اكثر من مره وجاء عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الامام بن ابي شيبه في مصنفه انه اقام بمكه فكان اذا حمم راسه خرج فاعتمر يعني كان يعتمر العمره الاولى فإذا نبت شعر رأسه وبدأ رأسه يسود كان يخرج الى الحلي ويعتمر عمره ثانيه وهذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خادمه وكان من اقرب الناس اليه ويروى كذلك عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس انه قال يعتمر اذا امكن الموسى من شعره، يعني متى ظهر ونبت شعر الراس ويمكن ان يحلق يعني بآله الحلاقه جاز للمسلم ان يخرج الى الحلي ليعتمر عمره ثانيه، اما ان يخرج الى التنعيم واما ان يخرج الى الجعرانه. وإما أن يخرج إلى المدينة أو إلى أي مكان خارج حدود الحرم. ويروى كذلك عن عطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس أنه قال: إذا شاء اعتمر في كل شهر مرتين. إذا شاء اعتمر في كل شهر مرتين. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: في كتاب التمهيد لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها بمناء الذين كرهوا لأنه العلماء كرهوا ولم يحرموا كرهوا فقط ولا يعلم لهؤلاء الذين كرهوا دليلا من كتاب ولا من سنه يعني يسلم له والعمره فعل خير والله تبارك وتعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وصح كذلك ان الامام النووي رحمه الله قال لا يكره عمرتان وثلاث في السنه الواحده بل يستحب الاكثار منها اذا احبت الافاضل اللي الله تبارك وتعالى وبغى يدير عمره ثانيه او ثالثه يصبر يعني واحد العدد الايام حتى يبان الشعر ديال الراس ديالو وديك الساعه يخرج الحل ثم ياتي بعمره اخرى والذين ينكرون يعني الخروج ينكرونه لاسباب اخرى كما يروى ذلك عن طاووس انه علل ذلك بان الانسان اذا خرج الى الحل ورجع سيستغرق سيستغرق وقتا طويلا قد يطوف فيه مئة طواف او اكثر والا فلا يمنع الانسان من فعل الخير كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وهذا القول اختاره الامام ابن حبيب وابن الماجشون وغيرهم من كبار علماء المالكيه اعتمروا تقبل الله عمرتكم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه